السلام عليكم ورحمة الله. نهارين قبل الاحتفال بالحراك، السي تبون تكلم وقال باللي كاين عفو على الحراكيين واللي تم يعني الحكم عليهم وكذا، ومن بعد طرقوا ناس اللي ما تحكموش منهم رشيد نكاز، ومن بعد شفنا كيفاش داروا عليه ولا يضربوا فيه وكامل. لما اعلن على هذيك الاجراءات زعما يطلق سراح 35 حراك ومن بعد لحقت 55، هات هو ما على بالوش شحال من واحد اللي مش هو اللي يقرر. كان ناس نيه قال لك راهو يحوس يهدي الامور، لا حب يبيع ويشري، حب يبيع ويشري مع الشعب الجزائري اللي خرج في تظاهرات شعبية، مسيرات شعبية كبرى فاجأ بها النظام عليها. غدوة فتح مارس، المحاكم الجزائرية في عدة مدن، برج بوعريري، شتوغر، تزاير، تيزي وزو، كل الجهات فيها محاكمات تاع مناضلين تاع الحراك. هذا يعني باللي مازال القمع مستمر ومازال الاستبداد مستمر، وبالتالي مازال الحراك مستمر. هذا هو، مازال الحراك مستمر. يعني درك نعملوا امبتيتور، نضربوا جوله عبر التراب عبر محاكم الجمهوريه. عندنا في برج بوعريريج محاكمه يعقوب مداوي اللي حكموا عليه في المحكمه الابتدائيه بعام سجن نافذ وغرامه تاع 100,000 دينار، يعني 10 ملايين. حكم عليه حكمت عليه المحكمة تاع برج زمورة نهار 10 جانفي 21. غدوة كاين محكمة الاستئناف، بعدو كاين رياض بوفنيخة اللي ثاني في جيجل، برج بوعريريج روحو لجيجل، هو ثاني غدوة باش يوقف. بعد ما كان تم توقيفه بفنيخة، وقفوه يوم 14 جوان الماضي، داروه موندا ديبو نهار 15 جوان، ويوم الملف تاعو كان تبرمج اليوم النهار لاحد 4 اكتوبر امام غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيجل. و غدوة راح يوقف يتحاكم. التهمة الإشادة بالإرهاب، دوك صابوا العفسة، الإشادة بالإرهاب، التحريض على الإرهاب، خلاص يعني. لأنه علاش كيدير لك الإرهاب؟ يقول لك الناس تخاف ويعني ما تقدرش حتى تتكلم عليه في المحافل الدولية. الإرهاب هو أنتوما يا إرهابيين. ومن بعد نجي للموضوع تاع المخابرات الإرهابية، لأنه يا خويا سألوني عليها، دوك نجيو للموضوع. للإرهاب ومن توما تتهموا في الناس بالإرهاب. إذن هذا رياض الأخ رياض بوفنيخة راح يتحاكم غدوة على الإشادة بالإرهاب. عندنا كذلك فيصل دريد وعبد العزيز بوخنوفة اللي تم وضعهم اليوم في الحبس الاحتياطي. نذكروا باللي فيصل دريد تم توقيفه يوم 25 فيفري، وقاموا بتفتيش تعبيته وداوه لغاردا فيو الكوميسارا سنترال. كنت تكلمت عن الموضوع تاعه، قلنا باللي تم اختطافهم، سمعتوا هو يعني فيصل دريد وعبد العزيز بوخنوفة، وما كانوا تم اختطافهم نهار
25 فيفري مع الزوج تاع الصباح، وكانوا من قبل سمعهم النايب تاع محكمة باتنا وحول ملفهم لقاضي التحقيق. قاضي التحقيق دارهم دا ديبو واش نيتهم الفيصل دريد وعبد العزيز بوخلوفة، المساس بمعنويات الجيش القفريطية. معنويات القفريطية هذه معنويات الجيش، المساس بشخص رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر الغير مسلح. يعني كل الناس يخرجوا للحراك، جميع من ينادي للحراك يتسمى يدير له التحريض على التجمهر الغير مسلح. وفي نفس الوقت قلت الحراك المبارك مدستر ودارو في الدستور. عندنا نهار 7 مارس في محكمة باتنا، شوف تركيا شرادة، نقلوا عبر محاكم التراب الوطني محكمة الاستئناف باش تنظر في قضية رمزي دردر. وكان من المفروض أن رمزي دردر اليوم يعدي 22 فيفري، ولكن بقاو يعملوا من رونفوا لرونفوا، يضلوا يعني يديروا لي رونفوا هذوما، يأجلوا كل مرة. واش يتهم دردر؟ رمزي دردر متهم بنشر لافتات تمس، ممكن من المرجح ان تمس بالمصلحة الوطنية، ممكن باسور ممكن تكسير أملاك عمومية وتعبئة الجماهير باش ما يفوتيوش. يعني هذا رأيي أنا، قول الناس ما تفوتيوش، دير لي الحبس. شوفوا يا خاطي، التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاع 12 ديسمبر 2019. يو كان الملايين يقولك ما تفوتيش، ماشي غير سي رمزي والمتهمين مع رمزي. كان ايمن خمشي كمشي، رمزي دردر، يونس زكور، فؤاد زميري، بعزيز محمد، عبد الاله خنشالي، محمد عمايري، عبد الحكيم، ياسين بشيم، ونادي بورطيف، غاشي الله يبارك. في من باتنا نمشي للروليزان. في روليزان اليوم تم النطق بالحكم ضد مجموعة من الشباب اللي كانوا اللي هما دوبي بنوة، ياسين العربي، مناد خالد، ياسين وعبد الله بن نعوم. هما كان 19 شخص تم سماع إليهم في 21 سبتمبر 2020 أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثانية لمحكمة روليزان. واليوم نطقوا بالبراءة تاعهم بعد مدة طويلة في الحبس الاحتياطي. نزيدوا نمشيو من روليزان، وين نمشيو؟ نمشيو نرجعوا لباتنا. كنا تكلمنا على فيصل دريد وعبد العزيز بوخنوفة في باتنا. في تيزي وزو، في تيزي وزو عندنا البروسي غدوة 1 مارس نتاع طريق الزهراوي اللي كان المفروض باش يتحاكم نهار 15 فيفري وأجلوه لنهار غدوة 1 مارس. التهم معروفة، أجبد ولا استقلوا، المساس بالوحدة الوطنية والمساس بمعنويات الجيش
وروح يعني من هذاك النوع. كذلك غدوة في العاصمة سي فضيل بومالا يزيد يوقف في محكمة الاستئناف، هذه القضية الثانية تاعو اللي تتعلق بتوقيفه نهار 14 جوان 2020، واللي كان المفروض كانت مبرمجة نهار 25 جانفي الماضي، ولكن أجلوها الغدوة اليوم 1 مارس. وكانت المحكمة الابتدائية نطقت بالحكم في 15 أكتوبر ضد فضيل بومالا، حكمت عليه بغرامة 50,000 دينار يعني 5 ملايين. التهمة هي التحريض على التجمهر الغير مسلح، يعني الحراك، هذا هو الحراك مسمي تجمهر غير مسلح. ومنشورات ممكن من المرجح أن تمس بالمصلحة الوطنية. النيابة كانت طلبت 2 عامين سجن و100,000 دينار غرامة ضد فضيل بومالا في هذا اليوم 8 أكتوبر اللي فات. ونذكروا باللي فضيل بومالا كان تم اختطافه نهار السبت 14 جوان قدام بيته ومداروه في الحبس الاحتياطي من طرف قاضي تحقيق مرشي، ويطبق الأوامر اللي تجيب التليفون. عندنا كذلك في الجزائر العاصمة أيضا فيه مجموعة باش تعدي غدوة تحاكم غدوة، هما وفي تيجرين، العموري بالعميدي، توفيق هلاتي، رابح محروش، حكيم موهوبي، سيد أحمد بوعريسة، عبد القادر راسلمة، كل هذو غدوة يعديو أمام محكمة الجزائر العاصمة. يعني تشوفوا باللي ما رايش كنا في عين دفلة، في عين دفلة عندنا المحاكمة غدوة تاع أمين خالدي. سيدو نمشيو في جهة أخرى، سامي درنوني خطبة ثانية يعدي أمام محكمة باتنا في وهران. ننتظر في النطق بالحكم في قضية تخص تخص بعض الأشخاص ما عندناش الأسماء تاعهم، تخص بعض الأشخاص اللي يقول لك ما احترموش لا بروسيدور ادمينستراتيف. هذا حكم على الكوفيد، هذا قال لك ما احترموش هذاك الكونفينمون وكذا. كان حسن زبيري في برج بوعريريج، ثاني ننتظر غدوة النطق بالحكم ديالو. المهم في كل الجهات راهي محاكمات، يعني غدوة كل محاكم جزائرية عندها ما تشوف من رجال أحرار يمروا أمام قضاة مرتشين، أمام قضاء مسيس وقضاء خاضع لعصابة تاع بندية استولوا على الجزائر، على أموالها، على أملاكها، وزادوا استولوا على حرية الأفراد، على حرية الشعب. الله يقدر الخير بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.